اخبار اليوم. بص يا شنطه بتفضل يا كان ب 100 جنيه الدول ده عارف اللي انت بتفضل بروح له اخر الشهر بيدينا 10 بيدينا 10 انا ماشي نفسي بيه عشان اصرف بنزين ومي يا احمد. المعاش بتاعك زود قول حد ناقص صح؟ والعلاج الدكتور سعد مشكورا اشوفه خلاص؟ والدكتور ووائل بيه هيشوف لك الوظيفه هتستلم من بكره ويقبض كل شهر. هيقبض كام؟ 85 بتاعه. هيقبض كام؟ 850 850 جنيه و400 معاش 1200 والعلاج 250 يبقى 1000 ونص. انت هتتجوز بنت التخين وتطلع فوق دلوقتي تاخد كرتونه رمضان. كل سنه وانت طيب. ماشي يا دكتور اهو ده عايز كرتونه رمضان. واتجوزتي وسبتي الشغل وعايزه ترجعي تاني؟ لا ما سبتوش يا ده هم عملوا قطاع مفاجئ يعني قالوا ان هو المره دي عايزين شهادات. فين؟ في مدرسه محل الجمل التجاريه. ليه يا سنه 2003 2000 سنة 2003 يعني انت من 2003 ما اشتغلتيش؟ عايز ترجعي النهارده؟ لا هم رجعوا كل زمايلي قالوا اللي اشتغل من يوم 2012 من حقه يرجع فانا جبت ما يشتري من المدرسه طبعا والفاده والحمد لله انا لسه ما رجعتش والله. انت رحت للاستاذ علي وكيل وزاره؟ رحت يوم اللقاء مفتوح؟ لا رحت مديرية التربية والتعليم. لا تروحي للأستاذ علي محمود تيجي لك امتى يا فندم؟ الأستاذ علي بكرة بكرة روحي له بكرة الساعة كام؟ الصبح موجود الساعة 8 بتدرس موضوع أحسن؟ على ذوقك وذوق المسايب المحافظة أنت اللي ذوق زي الفل ربنا يخليلك ابنك الحلو ده ربنا يكرمك كل سنة وأنت طيب شكرا ألف سلامة عليك يا أيمن عملية إيه؟ عايز كشك هنعمل لك كشك هتروح للاستاذ محمد محمود جنبك اهو يجي لك امتى؟ النهارده يجي بس لو ينفع تاخد الجواب تعمل الجواب بتاع الشؤون الاجتماعيه تعالى لي تعالى لي بالليل تعالى لي الساعه 8 بالليل في حي الشارع الدور الثاني الساعه 8